أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في صدى أقلام جديد وجولة صحافية من الرافدين. نبدأ بأبرز العناوين. في الزمان اغتيال عضو الحراك الشعبي يفجع الكربلائيين ويفجر موجة غضب حارمة. في العرب اللندنية تصفية مستمرة لقادة الحراك العراقي استباقا للانتخابات. في العربي الجديد تظاهرات في كربلاء والنجف وحريق يأتي على أجزاء من القنصلية الإيرانية. في القدس العربي اغتيال ناشط عراقي يشعل احتجاجات في كربلاء ومطالبات بمحاسبة الجنائر. في واشنطن بوست جرائم ميليشيا كانت معروفة للجميع ولم يتحرك أحد لحمايتهم. وفي إيكونوميست الحوثيون يريدون السيطرة على مأرب بإطالة الحرب. في عربي 21 اعتداء للمستوطنين بالشيخ جراح وحشود ترابط بالأقصى المبارك. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة الميثاق العراقي ومقال للكاتب عمر الحلبوسي جاء فيها: لم يعد يخفى على أحد حجم تغول الميليشيات وسيطرتها على الوضع في العراق وتحكم بمفاصل البلد التي أضحت أسيرة لسلاح الميليشيات التي تعد رأس الرمح الإيراني المغروس في العراق منذ عام 2003 والتي حولت العراق إلى ساحة حرب لتصفية الحسابات مع خصومها على أرض عراقية وبأدوات عراقية ولائية، جعلت من نفسها بادغة للمشروع الخميني الذي أدخل العراق بأنفاق الظلام ونهر الدماء والذي أضحى نهرا ثالثا أشد غزارة من دجلة والفرات. إن ما يحصل في العراق المحتل من إجرام ميليشيوي قابض على رقاب الحكومة والبرلمان وكل مفاصل البلد عزز من عزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات، كونها انتخابات محسومة النتائج ومقسمة المناصب على أحزاب معلومة وميليشيات واضحة، حولت العراق لبؤرة فساد زاد من فقر العراقيين ورفع نسبة المشردين في الشوارع وزاد حالات الانتحار بسبب الظلم الفظيع والفقر المدقع الذي استنزف قدرات وطاقات العراقيين الأسرى تحت فوهة بنادق الميليشيات. معزز مفهوم عدم فائدة الانتخابات التي تقودها الميليشيات الولائية ببنادقها المجرمة. إن مسرحية الانتخابات في العراق لم تكن نزيهة على الإطلاق في الدورات السابقة، وهو ما يعطي صورة مؤكدة للانتخابات القادمة التي ستكون على شاكلة سابقاتها، بل أسوأ منها، وهو ما يفرزه صراع التحالفات الهلامية والتي تتشكل بين الفينة والأخرى على أشكال وأنغام الولي الفقيه الفارسي الذي أطلق مسعوريه للعبث في العراق وإشاعة الفوضى الخلاقة التي تتصدرها الميليشيات. أضاف الكاتب أن الميليشيات ستقود الانتخابات تحت بنادق ملطخة بالدماء وصناديق مليئة بجماجم جثث ضحايا الميليشيات للعبور بالتزوير والإكراه إلى السيرك السياسي بحسب تعبير الكاتب، على الرغم من الرفض الشعبي القاطع لمسرحية الانتخابات وهذا السيرك السياسي. مثل اغتيال إيهاب جواد الوزني الناشط البارز في الحراك الاحتجاجي في العراق مثل استفزازا من الميليشيات الشيعية التي تفضل استئناف المواجهة مع المحتجين في الشارع على إجراء انتخابات مبكرة غير مضمونة في الشارع وغير مضمونة النتائج لها وللأحزاب المرتبطة بها، وذلك بحسب تقرير لصحيفة العرب اللندنية. عرف الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء جنوب بغداد بأنه من أبرز الأصوات المناهضة للفساد وسوء إدارة الدولة والمنادية بالحد من نفوذ إيران والجماعات المسلحة في كربلاء. وكشف اغتيال الوزني أن القوى التي تجهض الانتفاضة العراقية لا تلجأ إلى التخويف المفيد بالنسبة إليها مع المحتجين في الشوارع والميادين، بل تستهدف قادة الحراك لتجهض كل تخطيط شعبي في هذه المرحلة.
ويمثل اغتيال قادة انتفاضة تشرين في المدن العراقية فرصة الميليشيات الولائية لإخلاء الساحات من قادة الحراك، كما هي فرصة السياسيين العراقيين للتملص من محاولة قادة الانتفاضة بالتذرع بعدم وجود مثل هؤلاء القادة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل. إلا أن نشطاء الانتفاضة لا يتفقون مع هذه القراءة التي تطمح إليها الميليشيات الولائية، مؤكدين أن الاغتيالات تحفز الكثير من النشطاء الذين كانوا يفضلون العمل بهدوء على المواجهة، وهذا يعني أن اغتيال قادة الحراك لن يقضي عليه بل يعيد تجذيره في المجتمع بوصفه الحل الوحيد لأزمة البلاد السياسية. ومن الواضح أن هناك حملة ممنهجة لتصفية الساحات من الأصوات المؤثرة والحرة، إما عن طريق اغتيالها وإما بدفعها إلى الهروب أو تهديدها أو شراء ذممها كما حصل مع بعضهم، وجميع هذه الممارسات تهدف إلى إضعاف وتحييد الحراك الذي تشكل بعد ثورة تشرين وشكل تهديدا حقيقيا للنظام السياسي في العراق. عن الهوية الوطنية العراقية الجامعة، كتب نظير الكندوري مقالا نشره موقع راسام لدراسات جاء فيه: تحرص كل دول العالم المتحضرة على تعزيز الهوية الوطنية لدى شعوبها لما لهذه الهوية من أهمية في الحفاظ على وحدة البلاد. أما الحديث عن العراق وبناء هويته الجامعة فهو لا يختلف كثيرا عن بلدان العالم الأخرى، بل إن لديه من العناصر المساعدة لبناء هذه الهوية الجامعة أكثر بكثير من بعض الدول التي تعاني من جراء مشكلات عرقية وقومية وتاريخية في غاية التعقيد. بعد انهيار آخر نظام عراقي عام 2003 وانهيار الدولة العراقية معه، عمد المحتل الأمريكي والأحزاب التي جاءت معه إلى إلغاء الهوية الوطنية العراقية الجامعة وتسويق ما تؤمن به تلك الأحزاب من أفكار انفصالية وولاءات خارجية وطموحات طائفية. فمثلاً الأحزاب الكردية كانت حريصة كل الحرص على تضمين الدستور العراقي الجديد موضوع الإقليم الكردي، تستهدف من خلاله بناء البنية التحتية المؤدية لتشكيل الدولة الكردية المنفصلة عن العراق مستقبلاً، فيما كانت الأحزاب الشيعية الموالية لإيران هي الأخرى حريصة على تفعيل موضوع تشكيل الأقاليم لأنهم يبيتون النية لاستقلالهم بجنوب العراق بإقليم خاص بهم موال لإيران، لكنهم غيروا رؤيتهم تلك حينما استطاعوا السيطرة تماماً على مقاليد الحكم في العراق. أما فيما يتعلق بالعرب السنة فقد نادى سياسيهم المشاركين بالعملية السياسية بإقليم خاص بهم ليتخلصوا من سيطرة الأحزاب الشيعية على مناطقهم، مخدوعين بوهم أن دول الجوار العربية ستساندهم في ذلك، وبالتالي أصبح الولاء للقومية وللطائفة والعرق مقدماً على الولاء للوطن. مهمة النخب العراقية حالياً العمل على تعريف الهوية الوطنية العراقية الجامعة على إعطائها المميزات التي تختلف بها عن هويات البلدان الأخرى حتى تكون مرجعاً لكل عراقي ينتمي لهذا الوطن. استيقظ العراق على فاجعة في مستشفى ابن الخطيب الحكومي لم يكن عنوانها سوى الإهمال الذريع فتأخر إطفاء الحريق وعدم وجود مطاف الحريق في هذا المستشفى لم يكن نتيجة مشكلة نقص في التزويد من المصدر أو ضغط يعبر عن وجود مشكلة عامة في توزيعه. الأمر ببساطة أن أحدا لم يستجب في الوقت المناسب لمجموعة من نداءات الاستغاثة. هذا ما جاء في مقال الكاتب محمد كاظم خضير في صحيفة الزمان، فنتابع التفاصيل. ما حدث في مستشفى ابن الخطيب لم يكن مفاجئاً لا من جهة أوضاع وزارة الصحة العامة ومستلزماتها التي ترددت شكاوى المواطنين حول تراجعها وتواضعها أيضاً، ولا من جهة زيادة الطلب على الأكسجين في الأقسام المخصصة للمصابين بفيروس كورونا وغيرها وعدم قيام إدارة المستشفى بتغطية هذه الزيادة المتوقعة وتحوط من أي طارئ قد يحدث ويتسبب فيما حصل. نحن مع كورونا منذ أكثر من عام في حرب مفتوحة
دفعنا فواتيرها وما زلنا من أرواح الناس ومعاناتهم وأرزاقهم. لم يكن ينقصنا بالطبع ندفع فواتير الإهمال والتقصير ولا أن نخوض حربا موازية ضد استهانة بعض المسؤولين بحياة الناس، ولهذا كان لابد أن تتحرك الحكومة على الفور لإطفاء غضب المواطنين الذين أحسوا في لحظة الفاجعة أن لا عزاء لهم إلا بمحاسبة من أهمل وقصر، ويجب وقف هذا الخلل الذي يمكن أن تنتقل عدواه إلى أماكن أخرى، ليس فقط في المستشفيات والقطاع الطبي وإنما في كافة مرافق الدولة التي لها علاقة بملف وباء كورونا. يجب تجميع الجهود الوطنية مادياً ومعنوياً في سياق أولوية السلامة الصحية في المرحلة المقبلة، فمع تزايد الإصابات التي تبدو أخطر مما نتوقع، لابد أن تضع الدولة كل إمكانياتها وقدراتها لمواجهة الوباء وتداعياته على مختلف المجالات التي تمس حياة الناس. أجمل ما في القدس أنها تجمع ولا تفرق، توحد ولا تشتت، وأنها القاسم المشترك الأكبر للفلسطينيين جميعاً وللأمة العربية والإسلامية جمعاً. لا يختلف عن القدس وقضيتها ومسجدها الأقصى المبارك اثنان، ولذلك فكلما شهدت المدينة المقدسة هبة شعبية، كلما اصطفى أحرار البشرية خلفها داعمين، وهذا ما جاء في مقال للكاتب محمد عايش نشره موقع عربي 21. انتفاضة ليلة القدر التي بدأت في المسجد الأقصى المبارك بالعشرة الأواخر من رمضان استطاعت مجدداً أن تبث الحياة والروح في الأمة، واستطاعت أن تستنهض الهمم، ونجحت في أيام قليلة بتحقيق جملة من الإنجازات المهمة بعد أن تحولت إلى ملحمة أسطورية بمعنى الكلمة للدفاع عن الحرم القدسي والتصدي لعدوان الاحتلال الذي يهدف إلى تغيير الواقع وطمس الوجود العربي والإسلامي فيه. هذه الانتفاضة الشعبية المقدسية تشكل فرصة تاريخية مهمة لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني وتوحيد الشارع مرة أخرى سياسياً وجغرافياً، كما أنها فرصة لإعادة الوحدة إلى الشارع العربي أيضاً الذي لم يجتمع على قضية من محيطه إلى خليجه كما هو مجتمع اليوم على قضية القدس وضرورة دعم الصمود الفلسطيني الأسطوري هناك. استنهضت فلسطين الأراضي المحتلة عام 1948 وأعادتهم إلى مكانهم الصحيح، إذ لم يسبق أن شهدنا هذا المستوى من النفير في أوساطهم، بما في ذلك خلال انتفاضة الأقصى عام 2000 التي بدأت من المسجد الأقصى أيضاً، وهذا يعني أننا أمام جيل جديد من فلسطيني الداخل أكثر تمسكاً بهويته ومقدساته. أعادت هذه الانتفاضة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العربي والعالمي، وأعادت تسليط الضوء على القضية الفلسطينية التي كدنا نقول قبل أشهر قليلة أنها أصبحت نسياً منسياً، ولا سيما مع اتفاقات التطبيع العربية مع الاحتلال والهرولة العربية غير المسبوقة للارتماء في أحضان نتنياهو. في الثامن من شهر أيار مايو 2021 كانت هناك ملحمة الصمود في حي الشيخ جراح، كانت تنمو وتتخذ شكل الزحف المقدس لفلسطينيي 48 وفلسطيني الضفة صوب المسجد الأقصى المبارك، ليصل العدد إلى نحو 100,000 من الصامدين في ليلة قدر قدسية، ويعلنون التحدي ويقسمون يمين الأقصى، في حين كل بيت عربي في العراق في بلاد العرب يقسم معهم هذا اليمين بقلبه ويهتف معهم من قلبه فلسطين عربية والكيان الصهيوني عدو محتل وإلى زوال. هذا ما جاء في مقال نشرته صحيفة العربي للكاتب وائل قنديل. إذن أعادت القدس ضبط الوجدان العربي وأعادت تعريف كل الأشياء وأضاء الأقصى القلوب والعقول من جديد، فعاد العدو عدواً والشقيق شقيقاً،
واتخذت القيم والمعاني زخرفها وسطعت وتألقت واغتسلت الذات العربية وتطهرت بما علق بها من أوهام مفروضة قهرا بكعب بندقية العسكري وسفسطة المثقف الفاسد والبطاح السياسي البائس وصفاقة صانع الدراما الانتهازي ونخاسة الإعلامي الأجير. كل الأوهام سقطت في ليالي القدس المباركة واستردت الكلمات معانيها الصحيحة والحقيقية، فعرف الكل أن التطبيع الحقيقي أن تحتضن شقيقك الفلسطيني وتصير القدس قدسك كما هي قدسه والأرض أرضك كما هي أرضه والوجع وجعكما معا والحلم حلمكما على السواء والاحتلال ينهش روحك كما ينهش روحه ويهينك كما يهينه. لقد أقام الأقصى المبارك الحجة على الجميع وأجرت القدس استطلاعا حقيقيا للشارع العربي، فبان أن الشعوب مع فلسطين وهي ضد التطبيع، في حين لم يبقى جمهور للتطبيع مع العدو سوى تلك الأنظمة التي تستمد وجودها وبقاها من ارتباط بعلاقة عضوية بالكيان الصهيوني المسخ. بحيرة الملح التركية إحدى كبرى مستعمرات الفلامينغو في العالم، بدأت طيور الفلامينغو بالوصول إلى هذه البحيرة توسكولو في ولاية أكسراي وسط تركيا، والتي تعد من كبرى مستعمرات التكاثر الطبيعية في العالم لهذا النوع من الطيور. ومع بدء ازدياد درجات الحرارة بدأت عشرات الآلاف من الفلامينغو الوصول إلى هذه البحيرة والتي تقع على أهم طرق الهجرة الموسمية للطيور. وتمنح بحيرة الملح فلامينغو موقعا فريدا يوفر لها فرص الحصول على الغذاء ووضع البيض في الأعشاش واستقبال جيل جديد من هذه الطيور المميزة. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية في صدى الأقلام لهذا اليوم. غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.